حالهم بهذا المحبس. هذا المؤتمر، هذا المؤتمر بالنسبة لنا كشبيبة يمثل بداية انطلاقة لجميع شبيبة الطبقة نحو تنظيم يجمع جميع شبيبة الطبقة بمختلف مكوناتها حتى نضمن وحدة المجتمع والأخوة الحقيقية. هناك حبك المؤامرات بشكل يومي، وهناك صراعات عميقة في سوريا يؤثر على دول المنطقة. هذه المناطق محتلة من قبل داعش، وعلى طول حدود تركيا لم يكن هناك رد فعل من قبل دولة تركيا. دحر داعش في جميع مناطق شمال سوريا، ستدحر القوى التركية. نحن بنظام الأمن الديمقراطية نعرف جيدا معنى كلمة الشبيبة. المشكلة التركية هي مشكلة جذور، فكلنا نعلم لأن الدولة التركية هي دولة حديثة المنشأ. منذ بداية الأزمة السورية وحكومة تركيا الفاشية المتمثلة بحزب العدالة والتنمية تحاول تحقيق مطامعها القذرة، ومحاولتها الآن احتلال عفرين هو تهديد على كامل الأراضي السورية وجميع مكوناتها. الأعمال اللي قمنا فيها بلشت من 3 أشهر. أمل، هل هو تاني؟ ما ثم لازم نحن إلا نصوت على التوقف. أصلاً رفيقات أنا مع السيد الموجودين بس.